السلام عليكم، معكم عزيزة من تطوان أرملة. عندي جوج بنيتات، جيت نحكي لكم قصتي ونعود لكم كيفاش وقع لي باش أنا خرجت من الدار. قبل وفاة الزوج ديالي بشهر، الزوج ديالي كان عنده عدة مشاكل نفسية واضطراب نفسي، وكان عنده بزاف الحاجات المهم كنلقى واحد النهار عصبي وبدا كيطردنا من البيت الزوجية، بدا كيطرد وكيهدد. اضطريت أنا نقدم واحد الشكاية للنائب الوكيل، حيت انا ما كانش عندي فين نمشي، خليت حوايجي، خليت كل شيء في الدار ديالي. اللي قدمت شكايه لوكيل الملك، استدعاوه الدائره. ملي استدعاوه هود السيد قبل الوفاه ديالو هو وخواته، بقى كيقول بزاف الالفاظ اللي ما كنتش انا كنعملو في ديك الحاله الانهيار والاعصاب والحياه اللي كنت عايشاها. قلت له هانتي ناها خواتك، حيت الظلم اللي ظلمني بالالفاظ ديالو، لا هو لا خواته. بكل اختصار انا ملي خرجت من البيت الزوجيه تركت الدار بكل شيء ديالها، الفراش ديالها، بكل شيء ديالها. تفاجات لمده ماشي حتى شهر السيد توفى. قبل الوفاه ديالو كنت كنتصل به، كيتصلوا به البنات ديالو، ابا كانوا كيستجبوا اخواته، كيقولوا حنا با كنعالجوها ونزوجوها وكذا وكذا وكذا. المهم توقع الوفاه، وقع الوفاه برا البيت الزوجيه. انا دابا كاريه وعندي جوج بنيتات. عييت ما نقدمش شكايه للمحكمه الابتدائيه تطوان، عييت ما نقدم لا في شكايه، خصني الرجوع للبيت الزوجيه لان انا مشرده انا وولادي. عندي قصيرات كيقراو، عندهم مصاريف، عندهم ادويه، عندهم لباس، عندهم الاكل، خصهم يلبسوا، خصهم يغطيو، خصهم الفراش ديالهم، حيت خليت كلشي في الدار، ما عندي حتى شي حاجه بالنسبه للعائله ولا شي حاجه. حتى واحد معقل عليك، دبر راسك، كل واحد كيحكم عليك كانه هو اللي كان عايش ديك الظروف، كل واحد كيحكم عليك. ما علينا، كانت ايام كورونا، الزوج ديالي كان قال لي بان عندهم شي فلوس في صندوق ديال المحكمه ديال الوراثه، ماشي ديالو، ديال الوراثه. انا مشيت عند النائب الرئيس المحكمه، قلت له كاين شي فلوس هنايا، واش ممكن خرج حقي وحق بناتي؟ قال لي ممكن، خصك تقدم لي الاراثه ديال الاب الزوج، الاراثه الزوج طلب الرئيس المحكمه. اللي قال لي عملته، قلت له انا كنطالب حقي بالحصه ديالي وحصه البنات ديالي. تفاجات في الامر، هو عطاني قام بالاجراءات ديالو، عطوني ناصب اعتبرته كامل ديالي لان انا طلبت حقي وحق بناتي، ما قلتلهمش عطوني حق الوراثه. تفاجات تقريبا شي عام هكذا، جاني اتصال من المحكمه، خصك تجي عندنا. مرحبا، مشيت، خصك ترجع بالاموال لان عطيني اكثر من العدد ديالك. اموال مشاو في المصاريف المحكمه، مشاو في الوثائق، مشاو في الكرا، حيت انا شنو الخدمه ديالي؟ الخدمه ديالي لا شيء، كنخدم مؤقتا. وما عندكش شي رصيد اللي غادي فوق اللي غيفوت لك فوق 1500 درهم، اللي تهلا فيك 2000 درهم. حاليا تخدم 70 درهم، 70 درهم واش غتخلص لك الكرا؟ واش غتصرف لك على البنات؟ واش غتقريهم؟ واش السوايع و و و و الى اخره. ما علينا، قلت لهم انا ما عنديش باش نردهم، حيتاش عندي مصاريف ومشاو، ما كاينش باش نردهم. بديت في التقديم، قال لك اذا ما رديتيهمش غنعتقلوك. كنقول لهم انا عندنا املاك مشتركه بيني وبين الوراثه، عندنا املاك مشتركه بيني وبين الوراثه، اذا وقع خطا انا مستعده نتحاسب مع هاد الوراثه. حضروني معاهم، انجلسوا معاهم، جيبوا ورقه وستيلو، ها شحال كيسالوا لك، ها شحال كتسالوا. ماشي بزاف، هادي هما خرجوا 15 المليون قل 1000 درهم، حتى هما داو لي حقي. مع ان المحكمه هي عارفه هذا المشكل، هذا عارف بان حنا عندنا مشكل ونزاع على هاد الفلوس هادو. علاش المحكمه مثلا فكرت شي هاد المراه هادي ملي كيسالوها الوراثه، وحنا ماشي ماجي بها التقديم والتهديدات، غنعتقلوك مع ان عندك ولادك كيهددوك غنعتقلوك، ما كيفكروش في الحاله النفسيه ديالي، في الاعصاب ديالي، في ديك البنات مثلا ها هما اعتقلوني، هادوك البنات شنو المصير ديالهم؟ هادوك العيال انا ارمله كندافع على حقي وحق ولادي، من الواجب القانون خصو يحميني. انا ملي كنتظلم العائله وكتظلم الشارع كنلجا للقانون، اذا القانون خصو يحمي هاد القصيرات. انا شنو الذنب ديالي ولا الذنب ديك البنات؟ واش كاين شي مراه كتخرج من الدار ديالها بلا سبب؟ علاش ما بحثوش شنو هو السبب؟ فين يا فين بزاف الحاجات كاينين وما بحثوش فيهم، بزاف الحاجات. الزوج ديالي خلى الدار والكراج ديالو لحد الان، قال لك اسيدي تحكمت ودخلت المازد. انا ما عنديش حتى الرقم التنفيذ، كنطلب المحامي ديالي كنقول له عطيني الرقم التنفيذ، كيقول لي اش غتعدل به؟ انا محامي ديالك، كنمشي لعندو ما كاينش عكس التليفون، خصك تمشي لعندو تقيل تستنى باش يقول لك ان شاء الله ما يكون غير خير. هذه دابا هذه من 2019 كنهضر انا لحد الان، انا ما عنديش باش نبقى نخلص الكرا. انا كنطلب نرجع للدار ديالي، عملت عده شكايات وعملت طلب استعجال يرجعوني للدار. حاولت انا نمشي،
كنمشي للدار كنجبر بيبان مجدودي مبدلين القفوله. هاد اليومين مشات البنت كتدق في الباب لقات ولد عمتها ساكن في الدار والجهه اخرى عمها ساكن فيها وشاد الباب بالمفتاح. هاد البنت عيات بغات تدخل للدار دابا هاد ارتاح ما جبرتش فيه يدخل، جبرت الدار دابا مستعمره. كيقولوا لا قلنا المخزن يدخلك، المخزن كيقول لك راه لا تنورت سير تدخل. هاد الناس غلابين علينا وقويين علينا، انا كنطلب من النيابه لان انا امراه ضعيفه وعندي بنات صغارين، النيابه هي اللي خصها تحميني، الكلمه ديالها هي اللي مسموعه. النيابه ما تخسر والو، غتوقف مع هاد البنات هادو بصح الدار كتبع في المحكمه. اذا كان عندي انا ما عنديش يدير بان الدار كتبع في المحكمه، ما عندي حتى شي وثيقه تدر بانني الدار كتبع في المحكمه. ما علينا، اذا كانت الدار كتبع في المحكمه هاد البنات يرجعوا للدار باباهم حتى تتبع الدار، ما تتبع الدار الله يفرقنا بلا ذنوب. هاد عندي جوج بنيتات خلود الحمد لله دابا نجحت في الباك، بغات تكمل حتى هي عندها حلم خاصها تحققه بحال بزاف ديال الناس. حتى هي بغات تكون في كليه، حتى هي بغا يكون عندها واحد المستقبل، حتى هي كتعاني معايا كتشوفني انا كنستغل في بزاف ديال الحاجات. انا الخدمه ديالي كنستغل في بزاف ديال الحاجات، واكيد الانسان كيعرف شنو معنى الاستغلال، الاستغلال في بزاف ديال الحاجات. باش نقرينا هاد العائله؟ انا باش نقريها؟ انا ما كنربح شي 5000 درهم ولا 4000 درهم ولا حتى 3000 درهم ولا حتى 2500 درهم ما كنربحهاش. هاد العائله باش نقري اللي بقات الامور بحال هكذا؟ انا كنطالب، كنطالب من النيابه رد البنات للدار باباهم، على الاقل خفوا عليا الثقل، على الاقل خفوا عليا الثمن الساكن، على الاقل كنطلبكم، لان انا راه اسمي راه معروف عندكم والشكايات راه كم محفظين عندكم. ما خليت ما عملت من نهار اللي مات الراجل وانا في باب المحكمه كنطلبكم، وعييت وما تسمعوا لي بحال ما كتسمعوا شي، بحال اللي كتكبوا الماء في الرمله. قال لك مات الراجل ديالك وسنا برا البيت الزوجيه، كاني انا هي اللي عالمه عليه او لا انا اللي عامله شي حاجه. لو حتى واحد ما يبغي يعيش اللي عشته انا 20 سنه ما علم بها غير الله. النيابه الا كتبغي تخدم الخدمه ديالها تمشي تسقسي عليا في الحومه وتسقسي ديك الراجل اللي كنت عايشه معاه كيفاش عامل. ولكن على جميع الاحوال قدر الله ما شاء فعله. اخر طلب اللي كنطلبه، عندي جوج بنات كيقراو وحنا ضد الاميه، وانا كنحاول نتقاتل باش نحارب هاد الاميه، باش داك الشيء انا اللي ما وصلتلوش يوصلوه بناتي. ما بغيتش بناتي يضيعوا، ما بغيتهمش يضيعوا. كنطلبكم ردهم للدار باباهم، كنطلبكم وكنعاود نطلبكم. بنت صغيره حتى هي عندها موحد، خاصها السوايه، خاصها الصونط، خاصها كتبه، خاصهم الحوايج كيمرطو، حتى هما خاصهم يعيدوا. انا ما نعيدلهمش هاد العام. واش اللي عنده 70 درهم في النهار كيعيد؟ واش اللي عنده 70 درهم في النهار كيخلص الكرا؟ بغيتكم نتوما تفسروها، بغيتكم نتوما تقسموها، بغيتكم نتوما تحسبوها. اذا خرجتكم مزيان حتى انا نخرج ليه. انا ماشي بصح كنطلب من شي حد ولا كنقول انا ما كنرضى حتى بشي واحد. انا مرحبا بكم اجيو عندي وشوفوا الدار كيفاش عايشه. مولات الدار كتقول لك انا بغيت داري ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والدار ديالنا هي عندنا. قال لك هي المحكمه كتبيعها. ما نعاودش السيناريو. يعني انا اخر طلب ديالي رجعوا البنات للدار باباهم. والله المستعان، عيت ما نطلب وعيت ما نشكي. ما هذا هو الحل اللي جبرت، هذا هو الحل اللي جبرت، هو نقوم بهذا الفيديو البسيط المختصر. لا بغيتوا التدقيق مرحبا، ما عنديش مشكل، نبقى نهار كامل كنعاودكم. وخيلوا راسكم في المكان ديالي انا واش تقدروا تستحملوه. والسلام عليكم.